السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد توتوريال. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الكنترول روم في كيوبيز. أيا كان فيرجن كيوبيز 9.5 10 11 12 13، ولكن المهم إن هو يكون برو، لأن الكنترول روم مش موجود غير في الإصدار البرو أو في فيرجن البرو، لا موجود في الأرتست ولا موجود في الإليمنت. تعالوا نشوف إيه هو الكنترول روم وإزاي هنستخدمه وإيه الحاجات اللي نقدر نعملها به. أولا الكنترول روم من اسمه هو غرفة تحكم. غرفة تحكم بتضاهي جهاز إحنا بنشتريه وبندفع فيه فلوس في داوز كتير تانية، برامج توزيع تانية كتير، ولكن من حسن حظ مستخدمين الكيوبيز إن إحنا عندنا الاختراع ده الكنترول روم. تعالوا نشوف إزاي نقدر نوجد الكنترول روم ونسطبها ونستغلها أحسن استغلال. مبدئيا أنا عندي بروجكت هنا موجود هنا الـ VST الميديا كنترول روم، وهنا بيقول لي إذا كنترول روم is disabled وبعديها الميتر. تعالوا نشوف إزاي نفعل. أول حاجة أنا أقدر أفعلها من هنا أدوس enable، أو إن أنا أروح عند stereo وأروح عند audio connection أو الاختصار أدوس F4. هنا الأوتبوت عندي، تعالوا نركز شوية، لما يفتح لي الاوديو كونكشن هلاقي اول خانه عندي من الشمال الانبوت، وهلاقي بعد كده الاوتبوت بتاعي انا موصل على فويس ميتر عشان التسجيل، وهنا الجروب اف اكس والاكسترنال اف اكس والاكسترنال انسترومنت والكنترول روم، وهو ده المهم عندنا في حلقه النهارده. زي ما احنا شايفين هي فاضيه تمام. تعالوا نرجع للاوتبوت، انا مسلك ومشغل اهو. تعالوا نسمع حته من البروجكت عشان هنفهم لينا، بس ما بسمعكم دلوقتي. موجود عندنا صوت وكل امورنا تمام. تعالوا نروح دلوقتي على الكنترول روم ونيجي عند العلامه دي ونقول له enabled او active، او نقدر نعملها من هنا. بمجرد ما دوست عليها فهي اكتيفت ولكن فاضيه، لازم اعمل لها مخارج صوت زي الاوتبوت مكان في الستيريو اوت بتاعه فين. مبدئيا لازم ان احنا نيجي عند الاوتبوت ونخليه نوت كونكت، نخليه نوت كونكت، نركز على ده كويس. هنيجي عند الكنترول روم ونيجي عند الخانه دي ونقول له اد شانل، هنختار مونيتور عشان نغير في حاجه وينزل زي ما هو ونعمل له كونكت. تعال دلوقتي نروح نسمع. موجود عندنا صوت وكله تمام. أقدر كمان أزود هيدفون، أقدر إن أنا أزود كيو ميكس، وأقدر إن أنا أزود توك باك. إيه الكيو ميكس وإيه التوك باك؟ تعال ناخد التوك باك الأول. هو عبارة عن ميكروفون داخلي بتقدر إن حضرتك تتواصل بيه مع الموسيقيين معاك في الاستوديو اللي هم داخل كابينة التسجيل. حضرتك قاعد في الكنترول وعايز تتعامل مع الموسيقيين أو توجه لهم حاجة تتكلم معاهم، فهيبقى عن طريق التوك باك. هنزود واحد وهنيجي هنا الكيو ميكس. ايه بقى هو الكيو ميكس؟ دلوقتي حضرتك عندك جلسة تسجيل كبيرة وعندك موسيقيين كتير، عندك مجموعة كمانجات قاعدة في غرفة، الغرفة التانية قاعد فيها مجموعة برس، الغرفة التالتة قاعد فيها مجموعة إيقاعات، الغرفة الرابعة قاعد فيها بيزست، قاعد فيها جيتاريست، ايا كان المجموعة اللي قاعدة عندك. هنحتاج نعمل الكيو ميكس ليه؟ عشان لما حضرتك تيجي وهم بيسمعوا وبيسجلوا ممكن تبص حضرتك تلاقي مجموعة الكمانجات تقولك احنا مش محتاجين الإيقاعات قوي، نزل لنا الإيقاعات والبيس شوية وعللنا الكوردات أو عللنا الهارموني أو عللنا أيا كان هم عايزين يعلوا ايه. الدرامر يقولك انا مش محتاج اسمع الكمانجات، انا سمعني البيز معايا وكفاية على كده، أو سمعني البيز والكيبورد. البيزست يقول لك أنا مش عايز معايا غير الدرامر. طبعا كل ده على سبيل المثال. إزاي تقدر من خلال الميكس بتاعك اللي حضرتك عامله إن أنت توصل لكل مجموعة من المجموعات اللي بتسجل معي ميكس يناسبهم هم، غير الميكس الأساسي اللي حضرتك عامله. حضرتك بتسمع حاجة وهم عايزين يسمعوا حاجة تانية، حضرتك اللي بتتحكم في كل ده وتقدر ان انت في لحظه تخش تشوف دول بيسمعوا ايه، السكشن ده بيسمع ايه والسكشن ده بيسمع ايه. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي، وان شاء الله الحلقه تعجبكم. لو لسه مشتركش في القناه هو ده الوقت الصح عشان تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو
تبخلش عليا باللايك الجميل وشير الفيديو مع أكبر عدد من صحابك، ويلا بينا نبتدي الدرس. هنعمل add qmix. هنقول مثلا احنا عندنا qmix الأولاني مثلا هنسميه vocal qmix. التاني هنسميه مثلا جيتار. كيومكس الثالث وليكن هنسميه بيز. كيومكس الرابع هنسميه درامز. طبعا انا كان ممكن اقدر ان انا اعمل كل الكلام ده قبل ما ابتدي الحلقة، بس انا حبيت اعمله لايف قدامكم عشان اللي ما عندوش فكرة يقدر ان هو يفهم الموضوع بيتعمل ازاي وبيجي منين. بمجرد ما احنا عملنا ده، لو جينا بصينا على اليمين هنا هنلاقي ايه اللي حصل. هنلاقي كلمة ميكس زادت وبقى فيه بعدها C1 C2 C3 C4. ايه دول؟ C1 اللي هو الفوكال، C2 اللي هو الجيتار، C3 اللي هو الباس، C4 اللي هو الدرامز. تمام؟ لغاية كده حلوين؟ يلا بينا نكمل. تعالوا نقفل ده كده. هو ظهر قدامنا كل الكلام، وادي التوك باك بتاعنا. تعالوا نفتح الميكسر عشان نشتغل عليه من الميكسر. بحب اشتغل عليه من الماكسيم. عشان نعمل الكلام ده كله نعمل ازاي؟ مبدئيا احنا هنا دلوقتي التراك بتاعنا كله شغال تمام، عندناش فيه اي مشكلة. حلو الكلام. طيب انا دلوقتي عايز افعل دول. لو جينا دلوقتي احنا على واحد وشغلنا مفيش حاجة شغال، رحنا على 2 مفيش، 3 مفيش، 4 مفيش، الميكس الأساسي بتاعنا هو اللي فيه. ما هو طبعا لازم يبقى كده، لأن حضرتك مجرد أن أنت أنشأت الباسس أو أنشأت الميكسات اللي هتروح للجروبس اللي بيسجلوا. إزاي نفعلها؟ مبدئيا هنيجي عند أول قناة موجود عندنا فيها شو اللي هي دي، ونيجي رايحين لغاية آخر قناة فيها شو، دوس شيفت تسلك بقى كل القنوات بتسلك عليها، ونفعل الكيو لينك. اول ما نفعل الكيو لينك نروح جايين دايسين رايت كليك في الجزء ده كده، والكيوز فروم سيلكتد ميكسر شانل اكتيف كيو سين. دي اول حاجه لازم تعملها. نسيت حاجه مهمه جدا، نسيت ان انا اقول لكم ان احنا من هنا لازم ناكتف الكيو سنت. ازاي اكتفه؟ هاجي هنا في اي مكان واروح دايس على سيت اب سيكشن، واروح جاي هنا عند الكيو سنت وصيره. بكل بساطة هنلاقي ان فعلا اتكتف وتسمى عندنا فوكال، تسمى عندنا جيتار، تسمى عندنا بيز، تسمى عندنا درامز. انا محتاج هنا جزء يكون ده فاضي شوية، هشيل البري عشان يبقى الصورة واضحة قدامنا كلنا. احنا عملنا اول حاجة ايه؟ دوسنا رايت كليك وكنا هنا قلنا له اكتف كيو سن. تمام. تاني خطوة اعملها اوز يوز كارنت ميكس ليفلز اساين. الخطوة التالتة هقول له يوز كارنت بان سيتنج اساين. بالتالي أنا كده بقى عندي كل حاجة موجودة زي بعض بالظبط. تعال نسمع. كل حاجة موجودة عندنا مفيش أي مشكلة. بقى عندنا أصوات دلوقتي في كل سي من دول. تعال نروح عند أول كيومكس وهو الفوكال. هاجي أروح دايس من هنا من أول تراك فوكال عندي لغاية آخر تراك، أعمل عليه سلك. هاجي في التراك ده هنعوز نعلي الفوكال عن الكل. الفوكال هيبقى محتاج إنه هو يسمع نفسه أعلى واحد، فهننزله الليفلات دي شوية. تمام. نيجي نعلي له نفسه هنا. بالتالي لو جينا نسمع على الفوكال هنا live
الميكس عامل ازاي؟ استنى البوكل. ده البوكل. كانوا ناخد مجموعة الدرامز الأول هي اللي عندنا. هذه الدرامز من هنا لهنا. دول الدرامز. هنا هنكون محتاجين نعلي الدرامز شوية. هننزله هنا الجدار. تمام. هيبقى عايز سنة بيز مش كل ده. ويبقى هو أعلى حاجة. تعالوا نسمع. دول الدرامز. تعالوا نشوف المجموعة اللي بعد كده. عندنا البيز. تعالوا نشوف البيز من أول هنا لغاية هنا. دول البيز معانا. هنا هننزله الجيتارات. ممكن يقول لك أنا نزل الجيتارات شوية. يعني أو ده تخيلي أنا كشريف. معلينه نفس شويتين. والدرامز خليه يونس معي. البيز ده نمرة كام؟ البيز ده كيو 3. تعالوا نسمع. طيب تعال نعلي البيس شوية كمان. تمام. أعتقد كده الفكرة وصلت. فاضل عندنا إيه؟ الأربعة. إحنا عملنا الدرامز. فاضل عندنا الجيتار. من هنا لهنا. نيجي هنا في الجيتار. ننزلهم البيز شوية. ننزلهم الدرامز شوية. اليوم كده تعالوا نسمع الدنيا فيها ايه دلوقتي. الجيتار ده C2. وليكن ده الجيتار يعني. بقى بالتالي عندنا أربع ميكسات غير الميكس الأساسي بتاعنا. زي ما احنا شايفين من غير ما نمد ايدينا على الرف ميكس ولا نمد ايدينا على الماستر فوليوم أو الستيريو أوت بتاعنا. وهو ده الكلام المظبوط جدا. أي حاجة غير كده يبقى حضرتك بتتصرف غلط. دي الطريقة اللي حضرتك لازم تشتغل. احنا دلوقتي عملنا فوكل وعملنا جيتار وعملنا بيز وعملنا درامز. انا كده قسمت الكيو ميكسس وقسمت الهيدفونز. فاضل حاجه؟ طبعا فاضل حاجه مهمه. تعال دلوقتي نقول ان انا مثلا دلوقتي عايز اتكلم معاهم. ادي التوك باك. كل اللي اعمله ان انا هكتبه. لو جيت اكتفت التوك باك هتلاقي ان ما فيش صوت. قفلتها الصوت بيقفل. وكده فاضل التوك باك. احنا لما كنا عملنا التوك باك ما كناش وصلناه على حاجه. تعالى نوصل. هنقول مثلا ان انا دلوقتي عايز اكلم المجموعة كلها اللي معايا باستثناء البيست. هنلاقي ان كل كيو ميكس من دول مكتوب عليه تي باك. يعني التوك باك هنا انيبل. نقدر نخليه ديسيبل. هنقول مثلا ان انا عايز اكلم الفوكل وعايز البيست وعايز الدرامر. في لحظة ما هتكلم كلامي هيوصل للثلاثة دول. هيوصل للبوكل وهيوصل للبيز وهيوصل للدرامز. لكن هيجي عند الجيتار مش هيوصل. هل كده وبس؟ لا. تعالوا نقول ان انا في الميكس الاساسي انا هشغل المترونوم. مبدئيا هنا في الكنترول روم. الكنترول روم دي حاجة جميلة قوي. انا نسيت اشرح لكم جزء مهم قوي. اللي هو ان انا هيبقى عندي ماستر فوليوم للميكس او للمين الاساسي بتاعي بدون الرجوع للستيريو. اقدر اشغل المترونوم من هنا زي ما احنا سامعين المترونوم اهو. هل انا عايز اوصل المترونوم؟ انا قفل ده. هل انا عايز اوصل المترونوم للناس اللي شغالين معايا ولا لا؟ تعالوا نشوف. هنشغل هنا مترونوم لي الفوكل. الفوكل اللي هو كيو واحد. ده الماستر فوليوم بتاع التشانل.
بتاع الهيدفون، ده ماستر الفوليوم بتاع الهيدفون اللي رايح للجروب ده. الليفل التوك باك ده ليفل المترونوم. تعال نشوف المترونوم. انا كمان عندي بانينج في المترونوم. في بعض الناس وهي بتسجل تحب تحط الهيدفون على اليمين وتشيله من الشمال او العكس، فعشان ما بقاش مهدر الصوت انا اخدمه، حس ان اللي قاعد بيسجل انا اديله. ممكن يجي يقول لي لو سمحت هندسة انا محتاج تعليلي الجيتار سنة في الشمال. كل ده بدوسة زرار انت جهزت ده. نحمد ربنا ان احنا بنشتغل كيوبيز. في بعض البرامج التانية عشان ده يحصل عايز ستب ما يقلش عن 5-6 ساعات عشان تعمل كل ده مانيوال. يعني نحمد ربنا بجد. تعالوا نشغل كده. تعالوا شوية. كده المترنوم يمين، كده المترنوم شمال. نرجعه تاني في النص. تعالوا نروح بلاش الجيتارات، تعالوا مثلا نروح عن الدرامز. شوف الدرامز هو الدنيا عنده وصلة ازاي. نصيحة، نحاول بقدر الامكان يا اما ما نشغلش المترنوم للمطرب او للكورال، يا إما نوطيه عشان لو الميكروفون اللي عندك كوندنسر صوت الكليك ممكن جدا يطلع في المايك، وخصوصا لو هم رافعين ودن من الودنية. نركز برضو في الجزئية دي. تعالوا نروح هنا عند الدرامر. طبعا لازم نشغل له مترونوم. تعالوا نسمع الدنيا عنده عاملة ازاي. الدرامز هو الرابع على ما أنا فاكر. أعتقد كده الأمور واضح. هو ده الكنترول روم، هو ده نسبة كبيرة من الكنترول روم. فاضل حاجة تانية؟ فاضل حاجات كتير. يلا بينا نشوف. لو جينا هنا بصينا عند الانسرت هلاقي إن في حاجات تانية بتطلع لي. زي إيه؟ في الفوكل أقدر إن أنا أحط إفكتات. من أول هنا دي إجابة على صديق القناة اللي كان بعت لي وسألني. صديقنا هو تحسين العود من العراق، هو مطرب وعازف عود على ما أنا فاكر. أهلا بيك تحسين، منورني. كان سؤاله بيقول لي شكرا لك يا أستاذ، حلقة ممكن حلقة حول الكنترول روم، وهل يمكن استخدامه لإدخال صوت المطرب وإضافة بريمو إفكت؟ لا يوجد درس عن نت سيدان فيليب بهذا الدرس، شكرا لك. شكرا لك أنت أخويا تحسين. أنا بعمل الدروس دي مش عشان أبقى أنا المنفرد خالص، أنا بعمل الدروس دي عشان للأسف بشوف ناس بتشتغل بطريقة غلط، فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أوصل المعلومات اللي ربنا من علي بيها لكل الناس أو لأكبر عدد من الناس اللي هم بيتابعوني، عشان في الآخر نعلى بالذوق الموسيقي شوية بدل الإسفاف اللي الواحد بيسمعه. وتلاقي واحد يقول لك أنا موزع وأنا مهندس صوت، مع الاحترام الشديد طبعا للكل، وتسمع في الآخر النتيجة اللي طلع منه ما شاء الله بلح. فأنا يا رب أكون واحد من الناس اللي عندهم اللي شوية بيفهم. نيجي بقى هنا نقدر نحط الإفكتات اللي احنا عايزين. مثلا تعالوا على الفوكال، مثلا نقول أنا محتاج أدي للفوكال ده وليكن تعالى نديلهم البي بي أوديو مثلا كريستال لاين، نشوف إيه تأثيره ده علينا. تعالى نسمع هنا الفوكال كيو واحد. طبعا يا جماعة هنا لو انتوا في اي بلوجن انا فتحته دلوقتي وحد عايز عنه حلقة ياريت تقولوا لي ونبتدي احنا نشتغل عليه. تعال نقول مثلا ان انا هنا عايز ادي ايكولايزر مثلا. تعال نجرب، كنت انا عملت حلقة عن الايكولايزر ده في بدايات القناة خالص. تعال نشغل ونقول له It makes me feel alive. The way you talk to me is
is killing me softly, but I don't mind. Makes me feel alive. Love me crazy. Love me, love me crazy. Love me, love me crazy. Love me, love me crazy. Like a drug, I'm hooked on something. على سبيل المثال طبعا للحصر، طبعا اقدر اعمل ده في كل كيو ميكس منهم زي ما احنا شايفين. هنا بقى تعالوا ندوس على المين، مش فاكر انا قلته لا بس اعتقد انا قلتها. هنا ده الصوت بتاع الميكسر لمهندس الصوت، ده الصوت اللي رايح للفوكل في الهيدفون بتاع الفوكل على حسب ما احنا سمينا. هنا كيو 2 ده اللي رايح للجيتار، كيو 3 ده اللي رايح للبيس، كيو 4 ده اللي رايح للدرمز. هنا انا مثلا دلوقتي بسمع من الماستر، عايز اقلب تروح بالماوس او عندي طريقه تانية ان انا اعمل له اختصار. هروح هنا عند الايديت واجي على الكي كومنت واجي اكتب هنا سورس select control room source. انا مديها الاختصار ده. هنا تقدر تعمل الاختصار، تدوس هنا وتغير الاختصار. ممكن واحد يكون عايز يعملها كده لكن انا هرجعها الاختصار اللي انا حبه. اقفل. فدلوقتي انا الميكس اهو بس التنقل بكل سهولة. اوكي طيب ده هنا فين المين؟ هنشوف المونيتور. احنا هنا عاملين مونيتور واحد، ممكن يكون احنا عندنا اتنين مونيتور، عندنا تلاتة مونيتور على حسب المونيتورز اللي عندك. كل اللي حضرتك هتعمله تروح جاي هنا تايس F4 وتروح هنا جاي ومزود مونيتور. نقدر نزود هيدفون، المونيتور نقدر نزود لغاية 4. انا هنا مزود واحد بس، كمان الكيو ميكس 1 2 3 4 نقدر نعمل 4 كيو ميكس. التوك باك بس هو اللي واحد. اوكي ايه كمان؟ الاكسترنال انبوت اقدر لغايه 6. هل دلوقتي نشوف في المونيتور؟ نقدر هنا في المونيتور نبتدي نحط ايكولايزر، نبتدي نحط ريفر، نبتدي نحط كومبريسر. تعالى مثلا برضه عشان الوقت تعالى نحط نفس الايكولايزر اللي كنا حطيناه دلوقتي. أنا ببالغ شوية في التأثيرات اللي بحطها بس عشان الفرق يبان. تعالوا بعد الإيكولايزر ممكن نحط مثلا كومبريسور. طبعا في مدارس كتير احنا فاهمين في الحتة دي. طبعا في حد يقول لك الكومبريسور الأول الإيكولايزر الأول، دي مدارس وده صح وده صح، المهم انت ودنك مرتاحة ليه. ده اللي اقدر اقوله بصراحة. طبعا ده انا كنت اعمل له حلقة قبل كده. تعالوا نسمع. ده بقى التأثيرات اللي عملناها. ولو جينا حطينا الكمبريسور أب والإيكولايزر شوف انت ودنك مرتاحة ليه. محتاجين نحط ايه تاني؟ تعالى مثلا نحط ليميتر. النهاردة كله هشتغل على الفوكس رايت.
ممكن احط ايتين ليميتر، انزل الليميتر ده تحت شويه، نيجي هنا نحط ماكسمايزر، تعالوا نحط الماكسمايزر من شتاينبرغ، تعالوا نختار من البريسيتس بتاعتنا واخدين بالنا ايه اللي بيحصل. اي افكت احنا بنحطه على المونيتور بيظهر لي على كل الكيوز اللي احنا او الكيو ميكسز اللي احنا عندنا، زي ما كنا سامعين هنا الكيو ميكس الرئيسي البوكر. انا سميتها جيتارات، بيز، درمز. تمام، اتمنى اكون جاوبت الاخ تحسين. يجي بعد كده نروح عند المين. اقدر احط ايه هنا على المين؟ اقدر هنا احط على المين اي افكت برضو بدون ما ياثر لي على هو ليه احنا بنحط هنا في الكنترول، عشان ما ياثرش على الميكس بتاعي. ده من المحرمات ان انا مد ايدي عليه، لان انا تعبت على ما طلعت للنتيجة دي، فبالتالي مش عشان يبقى عندي حد بيسجل اروح لعب له في المين بتاعي في اللي انا شقيت وتعبت فيه. لا، انا اديله هو اللي هو عايز اسمعه، وانا عندي الاساس بتاعي من غير ما مد ايدي هنا. يعني مثلا فايدة الزرار الفوليوم ده ايه، او بكرة الفوليوم دي، انا هنا شغال حد دخل وبيتكلم معايا عايز اوطي. أو عندنا حاجة تانية نقدر نعملها، هنا نرجع زي ما كان الديمين بتاعنا، أو إن إحنا ندوس على العلامة دي اللي هي الريفرنس ليفل، الليفل اللي إحنا عايزينه. أوكي، ايه تاني ممكن نقول لكم مفيد معانا في حلقة النهاردة؟ تعالوا نروح للميتر. زي ما احنا شايفين احنا نقدر في الميتر نظهر كنترول روم كمان. تعالوا نروح هنا للميتر بعيد عن الميكسر. اقدر ان انا افتح الكنترول روم هنا، اقدر ان انا اقفل. هنا في ديجيتال سكيل مكتوب عندي بلس 18 دي بي اف اس. طيب لما اجي اقف هنا في عندي الدين سكيل، الاي بي يو سكيل، في عندي البريتش سكيل، النورديك سكيل، كي ماينس 20 سكيل، كي ماينس 14 سكيل، كي ماينس 12 سكيل، 3 دي بي ديجيتال سكيل، بلس 3 دي بي ديجيتال سكيل، بلس 6 دي بي ديجيتال سكيل، بلس 12 ديجيتال سكيل. ايه كل الكلام؟ الكلام ده هي المنصات اللي احنا هنشتغل معها. يعني لو انا مثلا هرفع الشغل بتاعي على السبوتيفاي، هرفع الشغل على اليوتيوب، فكل دي نسب متعرف عليها، وعليك ان انت تختار النسبة بتاعة المكان اللي انت هترفع عليه شغلك. تعالوا نشغل كده نشوف. شوف اللاودنس بتاعتنا. رجعنا تاني life,
أعتقد كده إن أنا يعني قدرت أتكلم على حاجات كتيرة في كنترول روم، وأتمنى تكون حلقة النهاردة كافية ووافية. ولو حد محتاج أي حاجة تاني سواء في الكنترول روم أو في غير الكنترول روم في كل ما يخص الكيوبيز، ريت يسيب لي في الكومنتات تحت، وأنا إن شاء الله هتواصل معاه وأرد عليه وأعمل له الفيديو بأسرع وقت ممكن. في آخر الحلقة أحب أقول لكم القناة دي عشانكم وليكم، أي حد محتاج أي حاجة نطلبها، احنا كلنا في الأول وفي الآخر بنتعلم. بالنسبة لي أنا طبعا لغاية ما ربنا ياخد أمانته هفضل أتعلم. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.